وايضا عند صاحب صديق اسمه من؟ بشير بن عامر بن عبد الله الفزاري الازكوي في العقد الاول من القرن الثاني عشر الهجري، الذي وصف علامات لشفاء المريض في منظومته وجوابها. هذا الشيخ بشير بن عامر وضع منظومه قصيده شعريه يبين لك من هو الانسان الصحيح السليم، ما هي صفات الانسان السليم وما هي صفات الانسان المريض. احنا نختصر قليلا. قال: من ضمن صفات الإنسان السليم الصحيح اللون الحسن، العقل الثابت الرزين، انتظام النبض، النوم الهادي، القدرة على الاضطجاع والرغبة في الأكل، لم تفتر معه شهية في الأكل، هذا توافرت فيه الصفات فهو إنسان صحيح لا يزال. ثم ذكر مجموعة من الوصفات الطبية غريبة، أنا ما راح يعني أذكر بشكل كبير. إخواني الكرام، هذه الوصفات التي تسمعونها الإنسان العماني قبل بحاجة إليها وطبقها وتداوى بها وتعالج بها وما زالت موجودة أحيانا، لكن طبعا الآن الطب الجديد أضاف بعض الأشياء، فلذلك أنا هنا لست يعني داعيا إلى أن تأخذوا بهذه الوصفات أو شيء من هذا القبيل، لذلك أعرضها عرض سريع، هي فقط مقارنة. ماذا قال؟ وصفة لعلاج الصداع الحار والرطب، فيذكر خلط ماء الورد والصندل بشيء من الكافور للصنف الأول اللي هو الصنف الحار، وعروق الآراك مع القرنفل للصنف الرطب، سبحان الله. ثم السعتر، وطبعا يدهن ويوضع مكان السقم، وكذلك الزعفران والعود باللون الأحمر، هي النباتات اللي أخبرناكم عنها الآن. طيب، ثم ذكر بعد ذلك يعني الكمون والثوم والآس، كل هذه الأمور تخلط ويداوى أو تداوى بها هذه الأمراض. مرض يسمى سلاق العين، هذا المرض يصيب الإنسان يسمى سلاق العين، ومن علامات هذا المرض ظهور غلظة وحمرة في حواف الأجفان، ويسحب ذلك في الغالب تساقط الشعر. ماذا قال في العلاج؟ قال: يأخذ الفلفل والزعفران والصخبر ويعجن ويوضع على تلك الغلة، وكذلك الصقل والزعفران والشبة وصمغ الطلح المحروق مع شيء من الفلفل والملح طبعا، وعشرة أجزاء من التوتيان. طبعا يعني لا أدعوكم للتجربة، إنما هؤلاء جربوا سابقا. ثم ذكر بعد ذلك مسحوق صمغ شجرة الحلتيت اللي أخبرناكم عنها، وكذلك الفوذنج والبصلة الكلب كرمكم الله والسوسل. الرمد، كيف عالج الرمد؟ يخلط الشب وهو نوع من الخضروات بماء البيض الزلال أو السقل وماء البيض ويقطر على العين. ولجلاء العين الاكتحال بالعسل والجلجلان، وللضربان، الضربان الذي يصيب الإنسان يكون في الفم، تجد قروح في الفم، كيف تعالجها في الأعشاب؟ قال: يؤخذ مقدار من الشبة وشيء من الباطل. تعرفوا الباطل؟ شيء من الشبة، قليل من الشبة وشيء من الباطل، ويوضع مكان الضربان. هذا الضربان حقيقة يعني مؤذي جدا، وإلى الآن حتى علاجه ضعيف. فهذا من ضمن العلاجات التي ذكرها هذا الطبيب العماني. إذا إنسان صار الاحتباس في الصوت، قال: عليه بماء الكرفس أو الكرفس وشيء من الشارر، وكذلك ماء الفجل والحبة السوداء مع العسل للسعال الجاف. ماء الفجل والحبة السوداء للسعال الجاف. وللفهاق يؤخذ مسحوق تفر التيس، وللقي يشرب السكر مع القرنفل، ولوجع الفؤاد اللبن الحامض مع شيء من القرنفل، وللطحال بذر الفجل، ولوجع الأسنان الخردل. يعني سبحان الله. وإذا كان من البرد الكافور إلى آخره. لمن معه شكة ذكر له العدس، قال: عليه بالعدس والزعفران تزيل الشكة، أو يطلى بها المكان، إما يأكلها أو يطلى بها هذا المكان، مكان الألم. وذكر الثوم، وذكر له فوائد كثيرة، ثم ذكر التفاح، وذكر الورس والتوت والتين الأحمر الناضج. حقيقة يعني لاحظ كيف المجموعة الكبيرة من النباتات التي ذكروها. الطبيب الفزاري أجاب على أسئلة كبيرة، يقول: إذا كان العين، يسأله سؤالا، يقول: إذا كان يبس في العين عند القيام من النوم تجد فيه يبس أو يعني غير حمراء ولا دمعة فيها، ما نستعمل لها؟ يقول: يعني فيه يبس بس ما فيها احمرار، ماذا نستعمل لها من الكحالات؟ بماذا نكحلها؟ أو ماذا نأكل؟ فأجاب الشيخ الفزاري اللي ذكرتكم بها سابقا، فقال: ينبغي أن يقطر في العين لبن النساء. سبحان الله،
سابقا وأنتم تذكرون على أن المرأة إذا صاب ولدها شيء من الإحمرار كذا ذهبت وحطت أو وضعت عليه شيء من لبن المرأة. سبحان الله، يعني من طيب يقطع لبن النساء وزلال البيض ويكتحل بصفرة البيض وحل والورد، حل الورد، ويدهن رأسه بحل القرعة أو حل ورد ويسقط إلى آخر هذا الكلام اللي ذكره في الإجابة. قال طيب رجل يشكو في رجله اليمنى عنن، وهو من الرسغ إلى القدم، من الرسغ إلى القدم، وفيها فزز، تفز هذه الرجل إذا خاصة إذا كان قاعد، وبها شيء من الألم، أما عندما يمشي فتكون أفضل، فماذا نستعمل؟ ماذا يعجبك أن نستعمل؟ قال اعلم أيها الشيخ إن كان عضو يتكئ عليه يعتمد عليه وأصابه عنن فليس بآفة. يقول تأكد إن إذا كان هذا العضو تتكئ عليه بشكل مستمر وصابك العنن تأكد إن هذا ما مرض، ليس فيه آفة، سيذهب، إلا إذا كان غير اتكاء، إلا إذا ظهر ذا المرض غير أن تتكئ عليه اتكاء شديد. لاحظ كيف تفسيره. أنا ذكرتكم الياس أو الآس، هذا تعريف شجرة الياس أو الآس، بارد في الدرجة الأولى يابس في الثانية، وهو يجلو البحق ويسود الشعر، إذا قطر ماءه في الأذن نفع من القيح السائل منها، وإذا سحق وذر منه على القروح المترطبة جففها، ينفع في الدواحس ويطيب الآباط المنتنة العرق، وإذا دق وصب عليه دهن الورد نفع القروح الرطبة والإسهال والبواسير، وإذا ضرب ودق بخل وترك على الرأس قطع الرعاف. شجرة واحدة هي الآس أو الياس، هذه هي المخطوطة مال الشيخ العقري اللي ذكرناها قبل شوية، وذكرنا فيها بعض الأمور المتعلقة بالنباتات.